قطاع التربية الآن، حيث تجاوزت إذن عملية تصحيح أوراق البكالوريا لموسم 2015 الوقت المحدد بثماني أيام، حيث وصلت إلى 16 يوما، وتبين بأن نسبة نجاح لهذا الموسم فاقت تلك المسجلة السنة الماضية. نتابع التفاصيل مع هاجر زليلف. بعد 5 أيام من امتحانات شهادة البكالوريا، دخل الأساتذة عبر 73 مركزا لتصحيح إجابات أكثر من 850 ألف مترشح. العملية التي دامت أكثر من 15 يوما بين التصحيح الأول والثاني والثالث، والتي كان من المفترض أن تدوم 8 أيام. أسباب كثيرة جعلت عملية التصحيح تأخذ منحى آخر. علاه قال لك الفوارق تكون كثيرة؟ لما الإنسان يصحح تكون مثلا اذا كان باكي تاع تلاميذ فيه 200 ورقه يصحح استاذ، يكون مثلا علامات، والاخر يكون فوارق ما بين يعني وصلت 35% من هذيك ال 200، هنا يعاد كله التصحيح الباكي كامل يتعاود. السنه هذه مش كما السنوات الماضيه، لان هناك خلط في توزيع الاساتذه. كان جاوا بعض الاساتذه جدد، هما جدد جابوهم التصحيح، وكان اللي بداو التصحيح وعاودوا وقفوهم. ذلك كان تباين بين المصححين، يعني كاين استاذ جديد واستاذ قديم، كاين وين تباين، يعني كاين فرق كبير بين نقاط تاع المصححين. الأساتذة المصححون وبعد إتمام عملية التصحيح في 6 جويلية يتوقعون أن تفوق نسبة النجاح لهذا الموسم تلك المسجلة في السنة الماضية، توقعات يرجعونها إلى سهولة المواضيع من جهة وكفاءة التلميذ من جهة ثانية. يعني هذه السنة تكون نسبة شوية عالية على السنة اللي فاتت، والسبب يعود إلى طبيعة الأسئلة، لأن هذه السنة الأسئلة كانت في الإشكاليات المحورية. هناك تلميذ كان اللي تحصل على 20 على 20 في الأدب العربي، شعبة الرياضيات تحصل على 20، يعني أول مرة هذه النقطة اللي تحصلوا عليها. أكيد أن قلوب الممتحنين في بكالوريا 2015 مشدودة إلى تاريخ 10 جويلية، وهو موعد إعلان النتائج، تاريخ يأمل فيه الجميع أن تكون النتائج مرضية.